تخيلوش الدراري يعني في الحقره اللي حسيت بيها. بطوله المغرب كتشارك فيها كتخسر اكثر من 10000 درهم، 10000 20000 درهم يعني فلوس صحيحه، وفي الاخر كتربح 3000 درهم. بطل ربح وعطاو رايبي 12 رايبي يا صاحبي. والله بغينا هاد الرياضه تولي مزيان، حيت الرياضه لو ولات مزيان والناس كيدخلوا منها واحد المدخول، راه هادشي ديال المخدرات غينقص. هذا ميساج للجميع والمسؤولين الكبار، بغيتو تحدوا من هاد الناس اللي كيتخدروا بزاف، الناس اللي يعني كيكميو وكيشربوا، هي ان لونطريمون تولي عندها واحد القيمه في البلاد ديالنا. حيت من غتولي عندها قيمه اوتوماتيكمون الناس غيوليو ترينيو باش يوصلوا الاهداف ويغيروا حياتهم وتولي حياتهم زوين. اذا الناس غينقصوا من المخدرات، كلشي غيولي تريني، المغرب غيزدهر. اذا هذا راه ميساج واضح وباين. صباح النور لا فاميك، صبحتو مزيان. المهم بقيتو لي غادي نمشي ندير كارديو، شوف باقي الظلام. المهم حنا فقنا دابا باش نمشيو نترينيو تقاتلو باش توصل لا فامي. المهم انا دابا قدام لاصال كاين حتى شي واحد، تخيلوا معايا كلشي ناعس. المهم دابا بقيتوني غندخل ندير كارديو، نخدم لي زابطو باش نوصلو للهدف ديالنا. المهم قبل ما نبداو بعدا متنساوش لايك تابوناو فلاشين باش نوصلكم ديما الجديد، وبقاو معايا نهار يدوز الطوب كيف العاده. في الكاسك قرعه ديال الماء. المهم حنا ضابطين الكوبور دابا. المهم لا فامي بقيتوني دابا كنخدم كارديو، قلت لكم واحد البلان. تخيلوا معايا شنو مشاهي دابا. دابا هاد الجو فاش فكرني فيا مع المدرسه فاش كنمشي نقرا، مشاهي رزايزه بالعسل وش كويس ديال الاتاي ديال النعناع. والله واخا مش ناكلش هادشي، ولكن بحال هاد الجو هاد الصباح فهمتي شهاني في داكشي. كلا رزايزه لا والو، اسامه ضرب الخس والدجاج. المهم تبعوا معايا كلشي نهار يدوز الطوب كيف العاده. تبعت لي باش توصل كما تعجز وتكاسل تا حاجه ما كتجيب الساهل. يلا نوض على حلمك تقاتل وما تسلمش وواصل وديما بالخير تفائل. تقاتل اللي بغيتي توصل، غادي توصل بالاراده والعزيمه، غادي تصنع لراسك قيمه وغادي تفتخر بك لميمه. كلمه مستحيل حيدها من دماغك، غير حيدها شوف وراك شوف قدامك، صحتك هي راس مالك ما تيأش باقي الخير قدامك. خصك تعرف اصحابك من عديانك، اللي كيبغي لك الخير واللي كيتسنى يغرس. لا فان سيونس الخوت. المهم دابا غادي نمشي عاد غادي نفطر، شو جينا في الظلام وغادي في النهار. المهم الحمد لله الحصه ديال الطوب كيف العاده الموتيفاسيون. دابا غادي نمشي نفطر وعاد غنرجع شويه وعاد خصني نرجع نتريني. واحد البلان نعاودو لكم بلاش نطلع في الطوب. كما قلت لكم الحصه ديال الطوب الموتيفاسيون عرفتي شنو، وحق الله ناعس خرجت مع 6 الصباح وقلت وقيلا نزيدها ديك السويعات حتى 7 ونفيق ونمشي نتريني. ناعس وقلت وحق الله قلتها في راسي، قلت عندك نصدق ناعس وفايق معطل وتخربق لي البروغرام. قلت صافي غنوض دابا ولي ليها ليها. الانرجي عندنا ديما حنا في العروق دايزه لينا ديك الانرجي من الصغر كنعرفوا القتال. دابا واحد البلان واقع ليا شنو هو، هو ان هاد لاصال اللي شوني صورت لكم فيه وترينيت فيه دابا الكارديو ماشي هو لاصال اللي كنتريني فيه الميوزك. كيفاش دابا تبقاو تسائلوا؟ دابا هاد لاصال كيحل غير الصباح مع 6 ولا مع 6 ونص وكيسد مع الوحدة العشية، وانا كنتريني في الصباح يعني هنايا، وفي العشية يعني ما نقدرش نجي مع مثلا تريني دابا نجي مع العشرة عاوتاني، لا غنرهق راسي بزاف، يعني خصني نجي حتى لديك الثلاثة الربعة باش نتريني نمسك الفراحتي ونكون ارتاحيت. دابا هاد لاصال كيسد مع الوحدة، انا كنضطر انني نمشي لاصال اخر. دابا كنتريني بجوج ديال لاصال، هذا وكاين واحد لاصال ديالو اللي تشعب اولد سكول هو اللي ما كنقدرش نصور لكم فيه، يعني تريني بجوج ديال لاصال. شوف دابا شحال من حاجه تابعك في راسك، يعني هادشي ما خصناش حنا نتسوقوا له ديال لاصال ساد. والله العظيم يعني عندنا واحد الهدف خصنا نخدموا عليه، وانت يعني كتقاتل باش تطلع نيفو زوين وتابعك لاصال ساد، حيت هادشي ديال لاصال ساد طلع لينا في راسنا وملينا ما نكذبش عليكم. غيفتحوا غيفتحوا ما فتحوا والو، يعني ديما راه الشهر الجاي غيكون خير غنفتحوا ليصال. ما فهمتش انا شي مدن حال ليصال وشي مدن سادين ما فهمتش علاش. وخصهم يعرفوا هاد الناس ان السبور هي اللي كتساهم ان المناعه ديال الانسان تتقوى،
يعني لاصال عنده دور مهم، لاصال ما خصوش يتسد، لاصال راه مهم، راه عنده واحد الدور مزيان على الصحه ديال بنادم. هادشي اللي خصو يعرفوا هاد الناس هادو اللي كيعطيونا هاد القرارات. يعني ما عمرك تشدني انا واش قارني ماشي اتليت في امريكان، هادوك راه كاع ما تيتسوقوا لاصال، راه تيجي تلقى لاصال المحلول تلقى شحال من حاجه. يعني حنا خصنا نموتيفيو بعضياتنا، فهمتوني؟ حنا راه قادرين نديرو شي حاجه كبيره، كاينه ولا لا؟ يعني راه عندنا العزيمه والاراده، كاينه، راه تقاتلنا سنين وباقينا نتقاتلوا. يعني ماشي زعما راه تقاتلنا سنين نحبسوا، باقي نتقاتلوا. قلت لكم الاخر عرق شي ضرب فيا وما غنحبش. اذا هذا الشيء غير باش نوضح لكم، ما عمرك تشد شي واحد من المغرب وتقارنه مع شي واحد يعني عايش في الدول المتقدمه، حيت ما يمكنش هاد المعادله، يعني ما يمكنش. حتى شديتي شي مغربي قارنتيه مع شي واحد امريكاني ولقيتي داك المغربي احسن من داك الامريكاني، عرف داك المغربي راه قادر يدير ثوره. راه ديما كنبغي نبارطاجي معاكم ديك الانرجي الزوينه، يعني باش نعطيكم واحد البوزيتيف انرجي اللي تخليكم يعني تكملوا وما تحبسوش. يعني بزاف ديال الناس كيتحبطوا، يعني كيحبسوا، فهمتيني؟ كتوقع له شي مشكل كيحبس. ما تحبسش اصاحبي، ما تحبسش في اي، يعني في اي دومين عندك شي عجبك، اي حاجه كديرها وكتعجبك راه غتمشي فيها مزيان. علاش؟ حيت كتعجبك وعندك رغبه فيها. يعني انت ملي كدير شي حاجه ما كتعجبكش ما كتمشيش فيها، واصلا ما حاملهاش وكتمشي. يعني تقدر دير لداركم على خاطرهم، تقدر تبقى غادي ويعني ما حاملش داك الشيء، وفهمتيني؟ باغي ترضي الناس، ولكن انت من الداخل ما حاملش ديك الحاجه. اذا انت غدير الحاجه اللي كتعجبك وغادي تكمل فيها، واخا يعني كتعيش واحد المشاكل وما تحبش. يعني فهمتي؟ قاوم 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 تيجيب الله الفرج، واش فهمتيني؟ حيت الا حبستي غادي تخسر كل شيء وغادي ما دير والو في حياتك. انا تنهضر على ماشي على السبور، على اي دومين عندك في حياتك انت كيعجبك، يعني تقاتل علو وخدم علو. وانا هاد النصائح اللي كنعطيكم يعني حتى انايا راه عندي اهداف وكنتقاتل عليهم وما عمري حبست، ما نكذبش عليكم. يعني عندي مشاكل وفي هاد المشاكل وكنتقاتل، يعني عندي مشاكلي خاصه وفي نفس الوقت يعني انا راه كنتريني وكندير يعني بزاف، يعني بزاف لي بلون عندي خدام عليهم. هذا هو الميساج اللي بغيت نوصل لكم، فهمتوني؟ يلا ما نطولش عليكم، بقاو معايا، غنمشي للدار دابا باش نفطر ودوز معايا النهار وتستافدوا وتموتيفاو ديما تقاتل اللي بغيتي توصل. دابا الفطور ديالي وجد كما تشوفوا معايا، عندي هنا الروز طون والبيض، الروز بسماتي طون جولي، المهم انا نوري لكم داك جولي الكبير، وعندي يا سيدي البيض، ثلاثه ديال البيضات دايره غير صفر واحد. المهم هذه الوجبه ديالي. دابا البروغرام اللي متبع انايا، حيت دابا راه سنين الخوت وانا جسمي كنعرف واش ماشي بغي واش ماشي بغيش، واصلا يعني ملي كدوز سنين في لونطرينمون كتولي تيستي في راسك، يعني شنو كيجي معاك وشنو اللي ما كيجيش معاك. يعني الحمد لله انا عارف يعني داكشي اللي كيجي مع الجسم ديالي. المهم نتوما ان شاء الله تشوفوا النتيجه غيعجبكم داكشي. بقاو معايا غنفطر حيت جاني الجوع ما نكذبش عليكم. نفطر ونتلاقاو. يا الحمد لله فطرت دابا، غنمشي نرتاح شويه، بعدا غندوش وغنرتاح شويه باش نفيق اون فورم. دابا ما شفقت 6 حتى 7 ترينيت، دابا شي 8 ونص بحال هكاك. اذا خصني نمشي نرتاح شويه باش نوض ونحس براسي انسان، حيت دابا كنحس براسي عيان. المهم بقاو معايا، فيديو غيدوز طوب كيف العاده. كما تشوفوا معايا هاد الوجبه غادي ناخذها دابا، فيها الكفته ديال اللحم طاطح الحلوى والخيار، وهاد الوجبه مور لونطرينمون، فيها الروز بسماتي، صدى ديال الدجاج، بروكولي والسبانخ. الدراري كي جاوكم بعد الوجبات داكشي ناضي ناضي كناضي. دابا بالنسبه للوجبات غندير لكم فيديو خاص، غيكون فيديو خاص وجبات اليوميه في فتره التحضير، هذا هو العنوان ديال الفيديو اللي ان شاء الله غجاي من القدام. اذا كما شفتوا معايا غادي ناخذ وجبه دابا وغادي نمشي نتريني وتنرجع وغادي ناخذ هذه الوجبه. واحد البلان بالزوين تنديرو صراحه هو انني واخا ما تكونش عندي كومبيتيسيون كنكون قاد الماكله ديالي. لا لاحظتوا ورجعتوا لقبل الفيديوهات اللي قبل غتلقاوني كناكل بحال هكا. يعني دابا واخا باقي بادي معطل، ولكن حاجه اللي كديرها زوينه هي انني كنت مقاد الماكله ديالي. مثال كنت مخربق الماكله ديالي كناكل كلشي مع الدار الملوي الحرش، راكم عارفين داكشي كامل، اجيني صعيبه. يعني شهر ما يكفينيش غنقول اوالي بطوله غنطلع فيها وباقي شهر، ما يمكنش. اذا ملي كتكون قاد الماكله ديالك ديما وكتولف على هاد الماكله تكون صحيه وكتولف الجسم ديالك ماكله نقيه، فواخا تتقرب شي بطوله كتكون يعني قريب، حيت ملي تكون متبع واحد الماكله اللي غير صحيه كتاكل اي حاجه راه اوتوماتيكمون الجسم ديالك ما غيكونش مقاد، كاينه ولا لا؟ اذا ملي كتكون متبع واحد الماكله صحيه وعارف شنو كتاكل كتكون مقاد، يعني خصك غير تزير شويه
باش توصل لك النيفو اللي تقدر تشارك به. الخلاصه الدراري هي ان الماكله ديالكم تكون ديما صحيه، وحاولوا تولفوا فهمتيني، حاولوا تولفوا انكم تاكلوا ماكله نقيه، داكشي ديال الطواجن وداكشي بزاف عاوتاني لا، يعني حاول تقاد ماكلتك تكون خاصه بك، حيت لو ولفتيها يعني بقيتي كتاكلها مع الوقت غتولفها، غتولي ضروري تاكل ديك الماكله. كما انا دابا انا مشيت نبزز على راسي صافي، ولي عجبني انني ناكل هكا باش ديما فورمتك تبقى زوينه، ونتمنى انك كتاكل ماكله صحيه واش فهمتوني، بعدو لي من اليدان داكشي ما خدامش. اذا غناكل الوجبه ديالي دابا باش غادي نمشي نتريني، المهم بقاو معايا ناكل ونتلاقاو. المهم لا فامي جيت جلست دابا باش غادي نجاوب على شي اسئله نوضحهم لكم باش تفهموا. هاد العام هذا قررت انني غنشارك في كومبيتيسيون، وهاد البطوله اللي غادي نشارك فيها هي منظمه في المغرب، واخا انا يعني كنت خديت قرار انني ما نعاودش نشارك في المغرب، ولكن هاد البطوله يعني منظمهاش الجامعه، يعني منظمها واحد السيد اللي هو مهدي. الا عرفتوا هاد الكومبيتيسيون راه بزاف ديال الناس غيشاركوا فيها. الناس اللي ما عارفينش علاش خديت هاد القرار انني ما نبقاش نعاود نشارك في المغرب، هو راه وقع لي مشكل، والناس اللي معايا من الاول عارفين شنو كاين، هو انني كنت المهم بالنسبه للناس اللي جداد، هو انني كنت بريباريت وطلعت نيفو زوين ومشيت شاركت، ومن شاركت في يعني في عصبه الغرب جيت انا الاول، ومن مشيت للفينال يعني باش نشارك. تخيلوا معايا الريجيم والعذاب وخسر الوقت وبزاف ديال الحوايج، ومن مشيت للفينال باش نشارك حيدوني، داروا لي اليميني. علاش؟ قالوا لي النيفو ديالك يعني خصك تشارك على برا، ضربوا لي تماره كامله في الزيرو، يعني كاع داكشي اللي تعذبت عليه مشى لي هباء منثورا. تخيلوا معايا نهار ربحت في عصبه الغرب جيت انا الاول، مشيت عند الحكام سولتهم والله العظيم ما نكذب عليكم، قلت لهم واش النيفو ديالي يعني واش مانس فيزيك نقدر نشارك به، قالوا لي راك مخير بقى هكا. وانا يعني واخا هكاك ما سمعتش الهضره ديالهم، وضعفيت اكثر من اللي كنت، يعني زدت نشفت اكثر باش نصغر باش نقدر نطلع يعني نشارك معاهم. وفي الاخر وصلت للنتيجه اللي كنت باغي، ومن طلعت داروا لي اليميني. علاش؟ ديك الساعه ما كانش يعني شي واحد يدافع عليك، اولا هذا جايب معك والديك وصحابك وجاي تشارك، علاش انا كنسحب يعني داكشي نزيه غيكون، ولكن ما كاينش النزاهه باش نكونوا فاهمين. والنيفو اللي طلعت بيه نيفو واعر، تخيلوا معايا ثمن الدراري اللي كانوا شاركين معايا في الباك ستيج كانوا يجيو عندي ويقولوا لي خويا تبارك الله عليك راه النيفو عندك واعر، ومن طلعت عطاوني الرقم 100. تخيلوا معايا كلشي 1 2 3 14 20 انا عاطيني الرقم 100، زعما انت راه معلمينك يعني راه غير كتخوي الماء في الرمله. وهذا الشيء حسيت بالحقره وما عجبنيش الحال، ورجعت عرفتي شنو، رجعت ما حامل شي حاجه سميتها المشاركه، وما حبستش لونطريمون يعني بقيت كنتريني، وقلت حتى يجيب الله ما احسن ونمشي نشارك خارج المغرب يعني في شي بطولات اللي يستاهل. وما تخيلوش الدراري يعني الحقره اللي حسيت بها، دابا ما يحسش بيا الا اللي يعني محطوط في الموقف ديالي هو اللي غيحس بيا، يعني خسر فلوس خسر الوقت خسر بزاف ديال الحوايج، وغادي وطالع بواحد النيفو اللي طوب، يعني داك النيفو حيت كون كانوا يعني ناس نزيهين كما قلت لكم كانوا يقولوا هاد الدراري يعني يقدروا يخرجوا منه بطل عالمي، نقدروا نشاركوا به برا وهذا، ولكن لا هما تيشوفوا يعني داكشي صاحبي هذا ربه صاحبي، وهذا يعني عنده فلوس نديرو معاه زوين. ما تسوقوش لك النيفو ديالك واعر، وحنا مالنا يعني ما تيديوش على شي حاجه سميتها السبور، اصلا الناس اللي شادين هاد الرياضه ما عندهم حتى علاقه بالرياضه، يعني ما كيترينيوش وما عارفينش شنو هو السبور، اذا يعني كنخوي انا الماء في الرمله. داكشي علاش درت كرواروج على انني نشارك في شي بطوله منظمها الجامعه الملكيه. اذا الدراري هاد الرياضه هذه خصها تغير الافضل، والله الا بغينا نغيروا هاد الرياضه تولي مزيان في المغرب، راه حيت ولات عندها واحد الشعبيه اللي كبيره، والناس ولاو كيترينيو وكيحبوا هاد السبور. دابا الناس كيدخلوا يترينيو الاغلبيه غير باش يقاد فورمته ويبان بواحد يعني بواحد المنظر زوين وانسان رياضي، اه متفق معاك. ولكن كون كانت الرياضه في المغرب انها فيها هذيك المكافئات وداك الشيء اللي يعني واخا تضرب تماره وكتخسر فلوس وكتعذب، ولكن كتدخل من هذا الشيء، يعني بزاف ديال الناس غيوليو ابطال وغيوليو يعني تولي المنافسه، واش فهمتوني؟ يعني يوليو عندنا بزاف ديال الابطال، وغادي نطلعوا الدرابو ديال المغرب. بطوله المغرب كتشارك فيها كتخسر اكثر من 10000 درهم 10000 20000 درهم، يعني فلوس صحيحه، وفي الاخر كتربح 3000 درهم 3000 درهم ديالك باش ترجع في ترونسبور، ولا ما فهمتش انا يعني شي حوايج غراب. بحال ديك المره اللي كدرت بوم يعني في فيسبوك في انستغرام فضيحه من العيار الثقيل، هي ان بطل ربح وعطاه رايبي 12 رايبي يا صاحبي، ما فهمتش واش قالوا له برد على قلبك ولا هذا، عطاوها ماتشينا
يعني تتشوف شي حوايج رايبي. اجاب رايبي اللي ميوزكل اصاحبي، اجاب واحد خاسر على الريجيم وهذا وعطيه رايبي، رايبي خربق له المعده ديالو. اولا يعني هو شاد ريجيم وعطيه شي رايبي، يعني تتشوف بطل ربح وعطاه رايبي اصاحبي، عطاه يوغو اصاحبي، مبقاش فينا الحال. واش يا الخوت يعني شي حوايج، ها علاش حنا تنشوفوا السبور يعني غاده بالخسران، يعني كو كانوا مكافئات وعلى ما سمعت ان الجامعه كيخرجوا لهم فلوس صحيحه، يعني دوك الفلوس الصحيحه اللي سمعت راه قادرين عرفتي شنو يوليو عندنا بزاف ديال الابطال. والله النسبه يعني النسبه ديال الشباب اللي كيتلاحوا هادشي ديال المخدرات وهادشي ديال يعني الطريق الخايبه، يعني ما يسمعوا ان بزاف ديال الرياضات فيهم واحد المكافئات اللي غادي تحسن لك حياتك، غتولي تدخل واحد المدخول من هادشي يعني اوتوماتيكمون يدخل لاصال وغيتريني وغيولي يتقاتل باش يوصل شي حاجه اللي كبيره. حنا السبور ما كنشجعوهش، داكشي علاش عندنا النسبه ديال الناس اللي كيكميو بزاف، راه دوك الناس اللي كيكميو بزاف راه كانوا ابطال، باش نكونوا فاهمين، راه كاين اللي كانوا ابطال في كره، كاين اللي كانوا ابطال في ميسكيلاسيون، وكاين اللي في الفول كونتاكت، ولكن الظروف ما عطاتهمش. علاش؟ حيت ما كاينش واحد يعني كتضرب تماره ولكن ما كاينش واحد الدخل من هادشي، يعني كتبقى تخسر على راسك، تخسر حتى تولي عالي على والديك، والديك يقول لك يعني دير شي حل، راه ما يمكنش نبقاو نصرفوا عليك ديما، دير شي حل راسك ولا ها الباب قدامك. يعني كتوصل معاهم حتى لهاد الدرجه، شو شي اضطر انه يخرج ويواجه الواقع ويخدم اي خدمه يعني غير ينسي، واش فهمتوني؟ ها هو المشكل الكبير يعني اللي ما عارفينوش بزاف. حنا نديروها مثال الخوت، مثلا الجامعه منظمه واحد بطوله المغرب وفيها فلوس صحيحه، نديروا مثلا حنا غير خمسة ديال المليون، اللي ربح الاول الثاني حتى هو شي ثلاثة، الثالث شي جوج بحال هكا، يعني مثال حنا نعطيو امثله. وهذوك الناس اللي غيربحوا يعني غيتكفلوا بهم وغيوليو مع المنتخب المغربي اللي غيمثل يعني غيمثل المغرب في بطولات عالميه، يعني وغيلقاو واحد الدخل. وهذا الرياضه بعدا غتولي بزاف ديال الناس كيجيو ليها وكيترينيو وكيتقاتلوا باش يوصلوا لداك الشيء اللي نتوما منظمين. اذا ملي غتولي تدخل فلوس من هذا الشيء وغتلقى يعني بزاف ديال الرعايه ويعني بزاف د الحوايج موفره لك، راه اوتوماتيكمون بزاف ديال الناس غيوليو يترينيو وغتولي المنافسه، ويعني هاد الرياضه غتزيان، هاد الرياضه راه ولات عندها شعبيه، ولكن الناس كيدخلوا يترينيو غير باش يقادوا الصحه ديالهم والشكل ديالهم يبان زوين. ملي كتقول له يشارك تقول لك خويا مالي باغي، خويا رايبي موجود في الدار. يعني هاد ولات نكشه هاد، ملي كتقول له يشارك يقول لك خويا كاين رايبي كاين منعيش، يعني ما عنديش منين نخاف. والله الخوت اللي عندي غير على هاد الرياضه حيت زوينه وبزاف ديال الناس كتعجبهم، ولكن ما كيكملوش فيها حيت يقول لك اخويا راه ما يمكنش انا اخويا تابعني مصاريف تابعني مسؤوليه ومشي خسر على راسي وفي الاخر من طلع يعطوني رايبي 3000 درهم، يعني شي حوايج اللي تيجيوك ساذجين، واش فهمتيني؟ يعني انا نمشي خسر على راسي مليون جوج وفي الاخر ربحت 3000 درهم، شنو واش لعب كوطا يفوت؟ يعني واش فهمتوني؟ يعني ما يقدرش بنادم يغامر بهذا الشيء. انا نهار شاركت والله ما شاركتش على 3000 درهم باش نكونوا فاهمين، شاركت على هذيك الشهاده هذاك بطل المغرب انها تبقى عندي، يعني من كبر وهذا راني دوزت وربحت بطل المغرب، هذا الشيء علاش شاركت. والمخير فينا اي واحد تيطلع يشارك، هذا ميساج للجامعه، اي واحد تيطلع يشارك ما يشاركش على 3000 درهم، اعلى هذيك بطل المغرب صافي. يعني راه ما غايمشي شي يشارك باش يربح 3000 درهم، 3000 درهم يقدر يخسرها في الطريق، يشري طاكوز داكشي اللي ما كلاش يخسرها، يخسرها على صحابو ها هو سالات. خا خوت هذيك بطل المغرب راه ما كتنفعو في والو، يعني ما عندك ما تدخل منها، راه تنعرف بزاف ديال الناس عندهم بطولات ديال المغرب، بطولات ديال بزاف د الحوايج، ولكن كتلقاه تيخدم في حاجة أخرى في الكابس في البنيف، يعني شي حوايج اللي كيضرو، والله العظيم اللي كيضروني بزاف و يعني قاصحين، والله العظيم الا قاصحين هادشي. داكشي علاش الخوت والله بغينا هاد الرياضه تولي مزيان، حيت الرياضه اللي ولات مزيان والناس كيدخلوا منها واحد المدخول، راه هادشي ديال المخدرات غينقص. دابا هاد الناس هادو ما عرفوش كيفاش ينقصوا هادشي ديال المخدرات، راه بين يديكم. اذا هذا ميساج للجامعه والمسؤولين الكبار، اذا بغيتوا تحدوا من هاد الناس اللي كيتخدروا بزاف، الناس اللي يعني كيكميو وكيشربوا، هي ان لونطريمون تولي عندها واحد القيمه في البلاد ديالنا، حيت من غتولي عندها قيمه اوتوماتيكمون الناس غيوليو ترينيو باش يوصلوا الاهداف ويغيروا حياتهم وتولي حياتهم زوينه. اذا هو ملي تيشوف غيترينيو ومن الاخر ما كاين والو، علاش غيترينيو؟ يمشي ينسى، يعني يمشي يطفي العرق كما تيقولوا وينسى وصافي وينعس، يحط الراس في الليل باش ينعس. اذا بغيتوا تحدوا من هاد الظاهره ديال المخدرات وبزاف ديال الحوايج، هي ان الرياضه تولي عندها قيمه والناس يدخلوا منها الفلوس، بحال هادشي ديال الفن. علاش الفن الناس كيدخلوا منه فلوس والرياضه اللي مهمه وكتنفع الصحه ويعني ومثال زوين للشباب اللي طالع،
علاش ما تدعموهاش؟ هي اللي خصها تدعم في المغرب. اذا لا دعمتوها الظاهره ديال المخدرات من عندي من هنا، إيه كان باقي صغير وكنهضر هذه الهضره، والله والرياضه ولات مزيان في المغرب في اي دومين، كيك بوكسين، ميسكولاسيون، كره بعد الحمد لله راه مزيانه، يعني اي رياضه ولات مزيان وعندها واحد الدخل اوتوماتيكمون الظاهره ديال المخدرات والناس هذو اللي كيتشمكروا هذا غينقصوا، كلشي غيولي تريني وكلشي غيولي عنده هدف وتولي المنافسه، والمغرب غتولي السميه ديالو في اي بلاد، يعني اي بلاد غتلقى مغاربه واعرين كيمثلوها باش يجيبوا لينا بطولات ويرفعوا لينا الراي. الميساج ديالي راه واضح وباين، والله حتى واضح وباين، وانتم راه متفقين معايا في هذا الكلام اللي كنقول، يعني ديما غنقول في حال هاد الميساجات لعل وعسى شي نهار توصل شي مسؤول اولا توصل شي واحد يعني واصل ويدير بهذا الكلام وتغير الرياضه للافضل. ما كرهناش والله ما كرهنا، يعني مي كتفكر بعيد، شوف دابا نتوما كتفكروا بعيد، فكر حداك الا غيرتي واحد الحاجه بسيطه غير الرياضه كما قلت لك تعطيها قيمه وتولي عندها واحد الدخل اوتوماتيكمون داكشي كامل غيتقاد. الحباسات يعني ما الناس غير ما بقاوش يدخلوا الحباسات بزاف حيت السبب ديال الحباسات هو المخدرات، باش تكونوا فاهمين، اذا الناس غينقصوا من المخدرات كلشي يولي تريني المغرب غيزدهر، واش فهمتوني؟ اذا هذا راه ميساج واضح وباين ونتمنى يوصل، وانا الخوت ديما كنقول ميساجات بحال هكا، عندنا غيره على هاد البلاد داكشي علاش كنهضروا هكا، كون ما كانش عندنا غيره راه ما غنهضرش، راه شوف راه غنبقى نتريني تجيني شي فرصه نمشي على برا وننسى، ولكن عندنا غيره على هاد البلاد، بغينا الشباب انه يتبدلوا للافضل، حيت كاينين مواهب، كاينين دراري عندهم واحد النفس راه واعره خطيره، هو انهم يكونوا ابطال، يكونوا مهندسين، يكونوا اطباء، يعني راه عندنا المواهب، عندنا الطاقات، خصنا نستغلوا الطاقات باش البلاد ديالنا تزدهر. حدنا غنحبس غنمشي نتريني ومبقاو معايا.